اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا زلنا مع الدعاء. أشخاص يستجاب لهم الدعاء، هل أنت منهم؟ أنت من الناس دي؟ شوف نفسك أنت منهم ولا لا. يقول لك أن البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه في معركة من المعارك وكانت له دعوة مستجابة. خالد بن الوليد قال أتوني بالبراء ادعوا لنا، فدعا البراء للجيش بالنصرة فانتصر الجيش. قال خالد بن الوليد والذي نفسي بيده لأن أصبع البراء عندي بمئة فارس. دعوة واحدة مستجابة من شخص مستجاب انتهت القضية. انت ايه حالك مع الله عشان يستجاب لك الدعاء؟ ايه حالك مع ربنا؟ هو ده اللي انت عاوزينه تصله. انت حالك ايه مع الملك؟ حالك ايه؟ سيدنا سعد بيقول له يا رسول الله، صلي على سيدنا النبي، بيقول له يا رسول الله على امي يعني غير مسلم، ما تدعو دعوة لامي وانت رسول الله؟ فالنبي دعا قال اللهم اهدي ام سعد الى الاسلام. عاد سيدنا سعد إلى البيت، وجد أمه بتقول له يا سعد علمني كيف أتوضأ وضوء المسلمين. الله أكبر، استجيبت الدعوة لمن؟ لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعاد سيدنا سعد بسرعة يا رسول الله أمي أسلمت، علمني كيف أكون مستجاب الدعوة يا رسول الله، علمني كيف أكون مستجاب الدعوة يا رسول الله. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. دي الخلاصة، يعني كل من حلال واشرب من حلال تكن مستجاب الدعوة يا حبيبي. عشان كده بقول لك اتحرى الدقة في كل حياتك، اتحرى الدقة في أكلك في شربك في كل مناحي حياتك، عشان لما تدعو الله يستجاب لك. ثلاثة واتقفلت الصخرة عليه، كل واحد بقى يدعو ربنا بعمل صالح عمله، منهم واحد كان بر بأمه وأبوه. بختصر لك الموضوع، التاني كان ليه بنت عم أو واحدة قريبته كان هيعمل فيها الفحشاء، ثم عاد لله رب العالمين وأعطاها ما أرادت من مال دون أن يمس منها شيء، فتركها لوجه الله. التاني كان عنده أجير وماله كله دخلوله واشتغلوا فيه لما بقى قد كده وردله ماله. كل واحد دعا دعوة بالعمل الصالح بتاعه فتح الصخرة بإذن الله. انت حالك ايه بقى مع ربنا؟ انت لو هم اربعة ثلاثة هم دعوا انت ربع بتاعهم، هتدعو تقول ايه بقى؟ ايه دعوتك؟ ايه حالك مع الله؟ هتقول ايه ربنا؟ انا عملت ايه؟ صليت ايه؟ ذكرتك امتى؟ عملت ايه من خيرات؟ ما هو لازم عشان تلجأ لله يكون لك عمل صالح تعتمي بيه، او زي ما بيقولوا كده يعني تتمحك في العمل الصالح بتاعك دوت. لازم يكون لك عمل صالح. ستنا ام سليم تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا ما صليتوش على سيدنا النبي النهارده ليه؟ صلي على سيدنا ابي حبيبي. ام سليم تقول له يا رسول الله علمني كلمات ادعو الله بهن. قال سبح الله عشرة واحمد الله عشرة وكبر الله عشرة ثم ادعي ما شئت يستجاب لك فيكون ربك قد فعلت قد فعلت قد فعلت. أو حاجة تانية، تحط دعاءك بين الحمد والصلاة على سيدنا النبي ثم تختم الدعاء بالحمد والصلاة على سيدنا النبي يستجاب لك الدعاء. حاول يكون أنت تكون أنت شخص من هؤلاء الأشخاص، من هؤلاء الناس اللي هم حالهم مع الله عظيم فيستجاب لك الدعاء. مستعد حبيب الله؟ يا رب يا رب بفضلك العظيم وبكرمك يا حنان ويا منان في هذه اللحظة يا رب، في هذه اللحظة يا رب كل واحد ليه مسألة يا رب، يا رب اعطي كل واحد منا مسألته. اللهم اعطي كل واحد منا مسألته بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.